هذا هو الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي. بيقولوا للمدنيين بغزة انسحبوا من الشمال للجنوب بيضربوهم. وعندنا هون ببيروت نفس الشيء. نحن ناسحين بمدرسة كنا بدنا نتعشى ب 150 نفر بالمدرسة، كانوا قاعدين بالملعب. مرقوا الصواريخ من مننا واجوا على هالمنطقة اللي نحن فيها هلا. هرعت العالم وصارت تبكي واولاد. بالبيت حسينا شيء كأنه صحبنا مثل الضغط، صحبنا لقينا حالنا صحبنا بعدين طلع الانفجار. شيء بس رعب، موجة رعب وأضرار كبيرة. وحد لك هون بالمنطقة؟ شو بدي أعمل؟ وين بدي أروح؟ بدي انزح ببيروت، انا ابن بيروت بدي انزح على بيروت؟ يا حبيبي هيدي البنايه نصها مهجور ومهرهر، عم تفهمني؟ يعني منا خرج، يعني خرج اقامه، ما حدا انا قاعد فيها، يقعد هالقعده هاي. انا حقول لك شو عم تعمل اليهود، عم تستهدف الناسحين، بس بنفس الوقت النيوترال اللي كان على جنب لا مع المقاومه ولا ضد المقاومه، هلا عم بيروح باجره يقول لا انا مع المقاومه بدي دافع. اي هالقد حجم الموضوع؟ اوعى تفكر انه الناس عم تكره المقاومه، ابدا، هول اهلنا. بس من اي قضيه فلسطينيه ربينا عليها واهلاتنا ربيوا عليها.